كما كتشاهدوا متتبعي مجله 24، مجموعه من المواطنين يحتجون امام مجموعه مطعم الراعي العام لهذه الوقفه. علاش درناها قدام هذه وكالات العمران؟ كيشوفوا الناس بعد الناس المارة وكذا كيقول لكم شهادوا عندهم شي عقل، طالبين مدرسه من العمران. لا، عندنا العقل، حنا متبعين مع هاد الناس هذه مده 6 سنين، حنا كنتواصلوا مع الناس ديال الاكاديمي ومع العمران، حيت كاين واحد الشراكه، حد جينا في واحد الحي حنا مجهزاه هاد العمران، والقطعه الارضيه كتملكها هاد العمران، حيت كاين واحد الشراكه مع الدوله اللي كتعاود شي حي ديال الصافي اعاده الهيكله ديالو، كيعطي واحد عده مرافق هي اللي كتبيعهم. علاش جينا هنا؟ حيت حنا كنتواصلوا كما قلت لكم مع الناس ديال الاكاديمي ومع السلطه ومع كل شيء. دارت شي 3 اجتماعات على مستوى البشوية، ماشي غير حنا جينا من فراغ وصلنا ونقزنا وبدينا نغوتوا. الإجراءات كلها تزرات، الناس ديال الأكاديمي داروا اللي عليهم، الله يجازيهم بخير، جابوا الفلوس ديال البناء ديال هذه البقعة، داروا الدراسات، جابوا المقاول، عقدوا معاه الصفقة، والتازم باش كان غيبدا هو اليوم، راه مدة شهر هادي المقاول باش كان خاصو يبدا اليوم، هاد النهار هاد الناس ديال وكالة العمران النهار يقول لي اليوم غدا غنسير لكم هاد الورقة، شنو هي الورقة اللي خاصها؟ يدير تسليم البقعة من وكالة العمران للأكاديمي ديال التعليم. ولحد الآن هاد الناس باقيين كيتماطوا، حنا هادي مدة سنين حنا كنعانيو، كنعانيو حنا ووليداتنا والزوجات ديالنا. تخيل المدرسة بعيدة عنا بشي 3 كيلومترات. أنا عطيك مثال حي، أنا عندي جوج وليدات، مادام عندي كدير ولد الأول كتبقى تسنى يخرج الآخر، عاد كتجدي يلاه توصلوا للدار، خاصها ترجع تجيب الآخر. وهاد المعاناة راه يمكن لكم الإخوان تطلعوا تشوفوا المؤسسة اللي كيقراو فيها وليداتنا، كاينة 47 تلميذ اللي كاينة في القسم، 47 تلميذ، وهاد الناس ولا واحد فيهم شحال شفت فيه شي ضرة ديال الإنسانية، ما كاينش شي وقت، باقي راه شي 4 المديرين ولا 4 5 اللي دازوا. كلشي هذا المشكل اش كيقول لك؟ وحنا خاصنا نخلصوا، حتى كاين محاضر وكاين مساطير وكاين دوبيات، وهاد الناس كيقول لك لا خلصوا، ما عرفتش كيفاش غيخلصوا، واش غتخلصوا من هذوك الناس ولا غنخلصوهم؟ حنا ما عرفتش، حنا مخلصين من يولو 10 ديالنا ديال الجيز، عاطينا لكل شخص كيتسلم البقعه ديالو كيعطيو من يولو 10، وهاد الناس جميع الحقوق ديالنا تما مهضومه. حتى شي مرفق عمومي ما كاين لوليداتها، على الدور كنعيشوا في عالم قارون، عيب وحشومة. عارف كنوجه الرسالة ديالي من هذا المنبر السيد العامل ديال مدينة سطات باش يتدخل، وتدخل فوري باش يفك علينا هاد المعضلة، يعني راه كارثة نازلة علينا حنا عصابري، كارثة بمعنى المقاييس نازلة على الحيين اللي هما الشطر 5 وزول المزانزة. كنشكركم الإخوان على الدعم ديالكم بزاف اللي جيتو ساندتونا، شكرا جزيلا لكم.